السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة القوات المساعدة رتبة مخزني، المواعيد ديالها خلال السنة المقبلة سنة 2022 إن شاء الله، من المرتقب يتم الإعلان عليها في أواخر شهر 2 أو شهر 3 كما العادة. فخلال هذه السنة سنة 2021 تم الإعلان على هذه المباراة في أواخر شهر 2، لكن واحد الواقعة وقعت خلال هذه السنة، وهي أنه مع بداية شهر 2 بعض مواقع الإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي كيتداولوا الناس باللي الإعلان ديال المباراة المخزنية راه تم، وأن آخر أجل للتسجيل فيها هو تقريبا على ما أذكر هو 12 شهر 2. ونضوا بزاف ديال الناس وتسجلوا في المباراة وجدوا الدوسي زعما تاعهم ودفعوه في البريد وخسروا عليه. وملي داز ديك الفترة تصدموا باللي داك الإعلان على هاد المباراة ديال المخزنية هو إعلان كاذب، وإعلان كاذب. ومن بعد واحد السيمانة و20 تقريبا تم الإعلان رسميا على هاد المباراة. علاش كنقول لكم هاد الهضره؟ حيت وشاركت معكم هاد الواقعه، حيت ملي كيقرب الاعلان على هاد المباراه كيكترو الاشاعات، حيت هاد المباراه مطلوبه بزاف. المهم باش تعرف المباراه واش تم الاعلان عليها رسميا وبدا التسجيل فيها بلا ما تزرفش وبلا ما تعذب راسك، ف كتبع الموقع الإلكتروني ديال القوات المساعدة، الموقع الإلكتروني ديال القوات المساعدة. فإذا تم الإعلان على المباراة فراه كيلوحها مباشرة، كتلقى الإعلان في الموقع الإلكتروني ديال القوات المساعدة، أو كتبع القنوات المعروفة، قنوات اليوتيوب المعروفة بالمصداقية في هذا المجال. فأي مستجد حول الإعلان على هذه المباراة فراه غادي نشاركو معكم على القناة إن شاء الله.